سمو أمير البلاد يتسلم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين محورها العلاقات الراسخة ودعوة سموه لزيارة المملكة. دوام المتعلمين في جميع المراحل التعليمية وسواء ورياض الأطفال أيضا كلها راح تبدي يوم 13. رسميا العام الدراسي ينطلق حضوريا لجميع المراحل في 3 أكتوبر المقبل، وبي سي آر أسبوعي للطلبة والمعلمين غير المحصنين. جلسة ماراثونية هي الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية للمجلس البلدي. موافق بنقل المرادم إلى المنطقة الحدودية. البلدي يسدل الستار على الفصل التشريعي الحالي ويوافق على زيادة نسبة البناء للدور الرابع بالسكن الخاص. سفارة الكويت في لندن غير صحيح إعفاء المحصنين القادمين من الكويت من الحجر المنزلي. فريق الإطفاء الكويتي يواصل مهمته في مساندة إخماد حرائق تركية وسط إشادة كبيرة بالكفاءة والقدرات. تم التنسيق مع المكافحة وتم إخراج البضاعة وتم تسليمها لصاحبها وتم ضبطها. هذا وتحذر الإدارة العامة للجمارك لكل من تسول نفسه بتهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها إلى البلاد. وفي النشرة، الجمارك تضبط 150 كيلوغراما من الحشيش في حاوية قادمة من إيران. نشرة الأخبار مع داليا الغزاوي وأحمد العنزي. من اي تي في العدالة نحييكم مشاهدينا، هذه نشرة الأخبار. حياكم الله. رسالة خطية إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، محورها العلاقات الكويتية السعودية الراسخة ودعوة سموه لزيارة المملكة. فقد تسلم سمو أمير البلاد بقصر بيان رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين تتعلق بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، كما تضمنت دعوة سموه لزيارة المملكة العربية السعودية، حيث أعرب أمير البلاد عن سعادته بتلبية الدعوة وقام بتسليم الرسالة إلى سموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود. أكد وزير التربية الدكتور علي المضف بدء العام الدراسي الجديد للطلبة بجميع المراحل التعليمية ورياض الأطفال اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل، لافتا إلى إجراء فحص بي سي آر أسبوعيا للمعلمين والطلبة غير المطعمين. وأيضا خلال المؤتمر الصحفي عرض المضاف خطط وزارة التربية للعام الدراسي الجديد، وأوضح جهود وزارتي التربية والصحة في تجهيز الاختبارات الورقية والاستعداد للعام الدراسي الجديد. بدء العام الدراسي أو الدوام الدراسي للعاملين راح يكون لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمتوسطة يوم الأحد 19/9، أما المرحلة الثانوية راح تكون يوم الأثنين 26/9. دوام المتعلمين في جميع المراحل التعليمية وسواء ورياض الأطفال أيضا كلها راح تبدي يوم 13. فيما يخص التعليم الخاص فهو ينقسم إلى قسمين، طبعا المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية والعربية. المدارس الأهلية والعربية اللي تتبع منهج وزارة التربية ومناهجها تبدأ بنفس الطريقة اللي تبدأ فيها وزارة التربية وبنفس يوم الدراسة. الدراسة راح تبدأ 13 وتبدأ معها. بالنسبة للطالب اللي رافض التطعيم أو ما يبي ياخذ التطعيم وهذا حق من حقوقه، راح يطلب منه انه يفحص بي سي ار كل اسبوع
بداية كل أسبوع يوم الأحد فحص بي سي آر على أساس نضمن سلامة الطلب اللي معاه وأيضا سلامة البيت لما يرد يكون أن الطالب إن شاء الله خالي من أي أمراض. راح يتم تقسيم الفصل أو المدرسة بشكل عام إلى نصفين، راح يداومون النصف في يوم والنصف الآخر يداوم في اليوم الثاني، وكذلك الدوم الثالث يكمل النصف الأول وبعده النصف الثاني وآخره في الأسبوع يتم اللي هو اليوم الخامس. في الأسبوع الثاني راح يعكس الفصل واحد باء راح يبدأ يوم الأحد والثلاثة والخميس، والفصل واحد ألف راح يكون يوم الأثنين والأربعاء. يعني في مجمل على الأسبوعين كل فصل راح يداوم خمسة أيام في الأسبوع. الحصص داخل الفصول راح تكون كالآتي: المرحلة الابتدائية راح تبدأ الحصة الأولى من 7:30 لمدة ساعة، وتنتهي الحصة الأخيرة اللي هي الخامسة الساعة 1. كل حصة ساعة وتخللها 5 دقائق ما بين الحصص لأساس يتم تغيير المدرس، وفي فترة استراحة ما بين الحصة الثالثة والرابعة للمرحلة الابتدائية تقريبا 15 دقيقة. وفي ميدان التعليم العالي قال وزير النفط وزير التعليم العالي محمد الفارس أن هناك توجها لتطوير أدوات إضافية لتنويع مخرجات التعليم لتلائم سوق العمل، سواء على مستوى إنشاء جامعات حكومية أو خاصة جديدة لتفعيل منظومة البعثات الداخلية ومن ثم خدمة سوق العمل بشكل أساسي. الفارس قال كذلك في كلمة ألقاها في فعاليات منتدى التعليم الخليجي الافتراضي الثاني ما بعد جائحة كورونا الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام تحت شعار التعليم قاطرة التنمية. لا يخفى على الجميع أن الآثار التي خلفتها ولا زالت تخلفها جائحة كورونا على المستوى العالمي والإقليمي كبيرة ومتشعبة، وإن كان ذلك على الجانب الاقتصادي أو التجاري أو الصحي أو على الجانب التعليمي، ناهيك على الآثار النفسية والاجتماعية. وفي حقيقة الأمر فإن تأثير هذه الجائحة قد طال مختلف جوانب الحياة في العالم أجمع، والكويت ودول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن هذه الجائحة وآثارها المدمرة. وفي هذه المناسبة أود أن أركز على دور وزارة التعليم العالي لاستثمار أحد أهم أدواتها، وهي منظومة البعثات الخارجية وكيفية استغلالها وتطويرها لتخدم سوق العمل الكويتي الحديث، حيث ركزت وزارة التعليم العالي في خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2021 تضمين تخصصات جديدة أو بلدان تم إضافة تخصصات لها لم تكن في السابق مدرجة بها. وإذ نؤكد بوضوح تركيزنا كدولة الكويت على التخصصات الطبية والطبية المساعدة وما يسمى علوم الحاسوب والأمن السيبراني والطاقة المتجددة لكي تتماشى مع احتياجات الكويت الحديثة، وهذا ما سوف نقوم به خلال السنوات القادمة، فتح المجال بأكثر ما يمكن لأبنائنا الطلبة للتخصص في مجالات جديدة لسوق العمل. وهناك توجه أيضا نحو تطوير أدوات إضافية لتنويع مخرجات التعليم وموائمتها لسوق العمل، سواء على مستوى إنشاء جامعات جديدة حكومية وخاصة وتفعيل منظومة البعثات الداخلية للجامعات الخاصة، وذلك لخدمة سوق العمل بشكل أساسي، وهي نقلة نوعية بهذا الخصوص. في جلسته الأخيرة خلال الفصل التشريعي الحالي وافق المجلس البلدي على طلب السماح بزيادة نسبة البناء للدور الرابع بالسكن الخاص في المنازل ذات المساحة أقل من 375 مترا مربعا. جلسة البلدي تداولت المواضيع المؤجلة داخل لجان، فيما تمت الموافقة على نقل مرادم النفايات الواقعة في محافظة الجهراء إلى المناطق الحدودية. في جلسته السادسة والأخيرة خلال الفصل التشريعي الثاني عشر
وافق المجلس البلدي على عدة اقتراحات، من بينها مقترح للسماح بزيادة نسبة البناء إلى 4 أدوار للقسائم التي تقل مساحتها عن 375 مترا مربعا. وتمت إحالة المقترح إلى بلدية الكويت لموافقة وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع عليه. نبشر أهالي الجهراء والكويت كافة بنقل بالموافق بنقل المرادم إلى المنطقة الحدودية، هذا بتقديم المقترح وتم الموافقة عليه، وأدرج بموضوع منتزه كاظمة الذي يقع بالجهراء وتم إحالته إلى لجنة مختصة وعمل ورشة متكاملة بهذا الموضوع. وعندنا المقترح الذي قدمته بالدور الرابع والحمد لله تم الموافقة عليه من قبل المجلس، من الأقل من البيوت اللي أقل من 400. هذا النوع من المقترحات مرت علينا كثير في اللجان الفنية والعاصمة وحولي والجهرة وغيرها. هذا النوع من 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 المقترحات دائما يكون في مواجهة الجهات الحكومية وخاصة وزارة الكهرباء ووزارة البلدية وأيضا المرور، أن هناك يسبب ازدحامات مرورية وهناك يصير هناك خلل في 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 الضغط الكهربائي من بيت إلى بيت، وأيضا هناك إدارة كرم سامع النفايات ومشكلتها، وأيضا الضغط وازدحامات داخل المناطق. فأغلب الجهات الحكومية سترفض هذا الشيء من خبرة سابقة، يعني أنا ما أقول لك أنا رفضوه، لا، من خبرة سابقة سترفض هذا الشيء. وأيضا ودليل على هالكلام هو رد الجهاز التنفيذي على السيد العضو أحمد هديان يعني بأن هذا الموضوع يعني غير قابل للتطبيق. وللدفع بالمشاريع التنموية نحو الأمام، فقد وافق المجلس على نقل حراج السيارات المستعملة إلى خارج موقع مدينة المتقاعدين الطبية المزمع إقامتها، بالإضافة إلى الموافقة على إقامة شواطئ سياحية على الشريط الساحلي. اليوم أخذنا قرار بنقل الحراج المؤقت خارج موقع المخصص إلى المدينة الطبية للمتقاعدين. المدينة الطبية مدينة الكويت الطبية هي من المشاريع المهمة المدرجة على خطة التنمية، وكان وجود هذا الحراج المؤقت داخل الموقع عبارة عن عائق. اليوم مجلس البلدية اتخذ قرار في تغيير مكان هذا الحراج تسهيلا للمشاريع التنموية، بالإضافة إلى اتخذنا مجموعة من القرارات المتعلقة بتطوير الجهاز الإداري. أخذنا قرار بضرورة توحيد المعلومات الجغرافية بين البلدية وبين الجهات الحكومية مختلفة، يشمل ذلك جميع المواقع سواء كانت الحكومية والخاصة. وكذلك اليوم أخذنا قرار بضرورة أن تكون هناك لجنة عليا لمناقشة ووضع ضوابط للهوية المعمارية للبلاد. في موضوع أنا طرحته اللي هو تخصيص شواطئ خاصة تكون متكاملة الأركان من ضمنها الخدمات، ويكون دخولها بشكل رمزي، والحمد لله تم الموافقة اليوم مع التوافق مع الإخوان في بلدية الكويت، علما لأن يعني إحنا قاعد نشوف الشواطئ الكويتية من أولها لآخرها ناقصة للخدمات التي تتواجد في دول الجوار. فلذلك الحمد لله تمت الموافقة على المقترح هذا. تم توجيه سؤال وكان الرد غير مكتمل بما يختص وجود الأبنية الزجاجية في العاصمة وكثرة الغبار اللي يغطيها مما يسبب تلوث بصري. أحال معالي رئيس المجلس إحالة كل المواضيع المؤجلة من قبل اللجان، وتم مناقشة كل المواضيع المؤجلة داخل اللجان. من الأمور اللي تم طرحها والموافقة عليها اليوم هو الموافقة على زيادة الآليات على العنصر البشري لعقود النظافة، وأنا أعتقد هذه خطوة إيجابية يقرها المجلس. طبعا كان هناك إنجازات خلال الفترة السابقة قبل الإجازة الحالية، الإجازة السنوية كان إقرار أكثر من 4 لوائح للمجلس أقرها، والآن يتم يعني إنهاء كل المعاملات المتوقفة كانت سواء كانت حكومية أو مظالم للمواطن. وقد اجتهد الأعضاء خلال جلسة اليوم برئاسة أسامة العتيبي لإنهاء كافة الملفات المركونة قبل عطلة المجلس الصيفية. جلسة ماراثونية هي الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية للمجلس البلدي، تمت فيها الموافقة على بناء دور 4 في السكن الخاص وإنشاء مرادم للنفايات ضمن المناطق الحدودية. من المجلس البلدي لقناة ATV العدالة
خالد الفارس. في شأن مختلف، نفت سفارة الكويت في المملكة المتحدة ما يتم تداوله بأن الحكومة البريطانية أصدرت قراراً بإعفاء القادمين من الدول متوسطة الخطورة من الحجر المنزلي، وأن يشمل ذلك المواطنين الكويتيين المحصنين. وأشددت السفارة على ضرورة التزام كل المسافرين القادمين من الكويت بقرار السلطات البريطانية بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام، محذرة من أن عدم التزامهم قد يعرضهم للمساءلة القانونية ودفع غرامة مالية تتراوح بين 1,010,000 جنيه استرليني. يواصل فريق الإطفاء الكويتي وبكامل معداته وتجهيزاته الفنية المشاركة بالسيطرة على الوضع الراهن بالمناطق المتضررة في حرائق الغابات في تركيا، حيث قال المنسق العام المقدم عبد الله السليم أن الفريق موجود حاليا في ولاية موغال ويقوم بالتنسيق مع إدارة الأزمات والطوارئ التركية لتوزيع المهام من أجل المساعدة في إخماد الحرائق، لافتا أن الفريق الكويتي يتجه حاليا إلى منطقتي ميالس وكويغس وهما ضمن المناطق التي خرجت عن السيطرة بسبب كثافة الحرائق. وقد لاقت الجهود الكويتية ترحيبا كبيرا من تركيا حكومة وشعبا مع الإشادة بكفاءة أداء الفريق الكويتي. تمكن رجال الإدارة العامة للجمارك في ميناء شويخ من ضبط حاوية تحتوي على 150 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة. وقالت الجمارك إن الحاوية المضبوطة قادمة من إيران، حيث كانت الكميات التي تم العثور عليها مخبأة في مكيفات ماء. في عملية نوعية ضبط رجال الإدارة العامة للجمارك كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدرة، والتي كانت مخبأة داخل أجهزة التكييف قادمة من إيران، حيث أن رجال الجمارك ضبطوا الحاوية والتي تحتوي على ما يقارب 150 كيلوغراما من الحشيش كانت مخبأة داخل مكيفات ماء. هذه الضبطية هي ضبطية كانت يعني مصنعة. احنا دائما نقول ان التغطية او التخبئة المصنعة اخطر من يعني الروتين العادية. هذه مصنع بالكامل يصنع الآلة لقصد التهريب مش لقصد البيع، مش قصد إخبائها، وهذا أكثر ما يغلقنا صراحة. اليوم بجهود هذه الرجال وهذا الشباب اللي تشوفونهم الحلوين قدروا يضبطون هذه الكمية اللي عادة ترمى بالبحر ويجيبونها، لكن المرة تجرأوا، لكن احنا لهم بالمرصاد. هذه كمية تقريبا المادة الحشيش اللي تجاوزت أكثر من 100-120 كيلو تقريبا، يعني هذه سموم كانت ستبث في يعني مجتمعنا بين عيالنا وبين شبابنا، لكن بفضل فطنة رجالنا ودعم معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، الدعم الكامل للإدارة عامة الجمارك ودعم مجلس الوزراء وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء. الحقيقة يعني كل فترة وفترة الشباب يعني يثلجون صدرنا بضبطيات يعني صعب صراحة يتم تنويعها. هذه رابع ضبطية يتم ضبط المتهم، وهذا يدل على تعاون الإدارة عامة الجمارك مع المكافحة. احنا عندنا إجراء الآن في تعاون كبير بيننا وبين المكافحة، تناغم تعاون من أول ما تم اكتشاف أول يعني قطعة من هذه القطع، تم التنسيق مع المكافحة وتم إخراج البضاعة وتم تسليمها لصاحبها وتم ضبطها. عندنا استراتيجية عمل، إما بمعلومة يتم يعني نتلقاها وندرسها وفق يسمونها إدارة المخاطر، أو تعاون مع رجال المكافحة وزارة الداخلية، أو اللي هو الأكثر اللي هي تفتيش أو فطنة الشباب. هذه الكمية الكبيرة تم ضبطها بطريقة احترافية كبيرة بعد تنسيق بين الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات،
حيث كانت هذه المخدرات مخبأة بطريقة محكمة وسرية داخل أجهزة التكييف. الضبطية هذه بحمد الله وتوفيقه تم اكتشافها في مكيفات الماء، كانت قادمة من إحدى الدول وفي إحدى الحاويات، وكانت الأمانة مخبأة بطريقة محكمة وسرية، ولكن فطنة المفتش الجمركي يعني وفراسته هي اللي رجحت وجود الضبطية. وبالفعل لما تم تفتيش البضاعة عثروا بداخلها على حشيش يغدر بما يقارب 150 كيلو، وطبعا تم التنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، ولله الحمد تم أيضا ضبط المتهمين في هذه القضية وجاري استكمال الإجراءات. هذه الضبطيات تأتي وسط الجهود الكبيرة للإدارة العامة للجمارك في تسريع وتيرة العمل لدخول البضائع بسهولة وضمان توافرها في الأسواق بأسرع وقت، بالإضافة إلى مواكبة تزويد أفراد الجمارك بأجهزة التفتيش المتطورة ودورات تؤهلهم لمعرفة أهم أساليب ووسائل التهريب العالمية لرصد وأحباط أي محاولات للتهريب من شأنها إخلال الأمن في البلاد وللحفاظ على استقرارها وسلامتها. هذا وتحذر الإدارة العامة للجمارك لكل من تسول نفسه بتهريب المواد المخدرة والبضائع المحظورة بكافة أشكالها إلى البلاد، مشددة على أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وأشد أنواع العقوبات. من ميناء الشويخ وموفق العرقان، اي تي في العدالة. وفي الاقتصاد تتابعونا بعد الفاصل. سعر خام الكويت يسجل خسائر سريعة. أهلا بكم. أعلنت الشركة الكويتية لنفط الخليج بدء التشغيل الفعلي لأول خط أنابيب بري وبحري لنقل الغاز الخفيف من مرفق التصدير بعمليات الخفج المشتركة إلى الكويت عن طريق الربط مع خطوط الغاز التابعة لشركة نفط الكويت التي تقوم بتغذية محطة الزور للطاقة. وقالت الشركة إن الطاقة الاستيعابية لخطوط أنابيب نقل الغاز تصل إلى 24 مليون قدم مكعب من الغاز الخفيف، ما يعزز من إمكانيات الكويت في الاستفادة من موارد الغاز المتاحة. وأكدت أن هذا الخط سيسهم في الاستغلال الأمثل للثروات البترولية في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، لا سيما في إنتاج وتوليد الطاقة، ويخفض تكاليف استيراد كميات الغاز المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلي خاصة في أوقات الذروة. انخفض سعر برميل النفط الكويتي دولارا وتسعة سنتات ليبلغ 70 دولارا و93 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية أغلقت العقود الأجلة لخام برنت على ارتفاع دولار و59 سنتا للبرميل لتبلغ عند التسوية 70 دولارا و93 سنتا للبرميل. كما صعدت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و81 سنتا لتبلغ عند التسوية 68 دولارا و29 سنتا للبرميل. النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل. بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، ميسي يعد بالقتال على كافة الألقاب. قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن حزنه على ترك برشلونة الإسباني انقلب إلى فرح وسعادة بعد الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي. ميسي قال في مؤتمر صحفي إن رحيله عن برشلونة كان صعبا بعد 21 عاما قضاها مع الفريق الكتالوني، معربا عن حماسه لبدء مرحلة جديدة ورغبته في تحقيق الفوز وحصد الألقاب للنادي الفرنسي الطموح. وأضاف ميسي أن هدفنا هو القتال على كل الألقاب، لا سيما دوري أبطال أوروبا،
وذلك ليس بالأمر السهل، معربا عن سعادته باللعب بجانب نجوم كبار مثل نيمار وإمبابي. إلى هنا وصلنا معكم مشاهدينا إلى ختام نشرتنا لهذه الليلة، كما نذكركم بإمكانية متابعة أخبارنا عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم أيضا مشاركتنا بأرائكم وقضاياكم بإرسال مقاطع فيديو قصيرة على رقم واتساب فقرة تفاعلات. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.